السلام عليكم ورحمه الله. اليوم يا اخوان مش زي كل يوم، رايحين مدينه اريحا عند صديق لنا. طبعا هاي مدينه اريحا اخفض منطقه في العالم جنب البحر الميت، ما في اخفض منها واقدم مدينه بالعالم. يعني شوفوا كيف اخفض مدينه واقدم مدينه. طبعا اكيد لما نصير ننزل احنا تحت بصير كله نزول نزول، بصير الضغط الجوي اقوى، فبصير دنين الواحد بحس فيهم انه بونه، وانه لما بتبلع ريقك بتحسهم مسكرات. لكن سبحان الله تدريجيا بتبلش تروح في خلال نص ساعه او ساعه. هذا الشمال صار الثاني طبعاً لقيتنا نفوت طريق طبعاً لقيت بهاي الطريق منبلش كله نزول 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 نزول. بعد ما نخلص هاي كيف بتشوفوا كيف كلياتها نزول، طريق معرجات وخطرة كلياتها. ايش معرجات؟ بس نخلص هاي الطريق بنبلش ننزل نزول. طبعا احنا الان ماشيين على سرعة يعني معتدلة، لا مسرعين ولا مخففين، يعني ماشينا سرعة 180 بس. أكيد من هنا بنبلش ننزل. بدنا نسوق مسافة كلياتها انزل 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 لما نتخطى مستوى سطح البحر، وبعدين بنصير ننزل. طبعا هلقيت زي ما انتم شايفين طلع كيف هلقيت من النقطة هاي، شايفين هاي لحظة شوي، من النقطة هاي بنبلش ننزل. هلقيت كليات هاي هان طول الطريق نزول زي ما انتم شايفين كيف. طبعا هاي طريق المعرجات، في كمان طريق ثانية بس احنا جينا طريق المعرجات. طبعا هاي اخطر طريق، شايفين كيف ركزوا قدام غير ركيت كليات ونزول. طبعا هاي الطرق شايفين كيف خطر كلها معرجات. هاي شيء كلياتها معرجات، نقضيها شمال يمين يمين شمال. طريق خطرة شمال يمين ونزول، يعني نزول هيك نستعمل الغيارات عشان البريك. اذا بضلك داعس بريك طول الطريق هاي وحمل بريك ببطل يجاوب، فراح نضل ننزل. راح نضل
انزل انزول 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 انزول. هاي بلش ودناي انا ايش بلشت ابلع ريكي ودناي زي اللي سكر. شمال يمين يمين شمال يمين شمال زي الحية بالضبط. هاي طريق لازم يسموها طريق الأفعى. شمال شوف شوف كديش هاي قوي. يمين بتشر فيها اربع انواع افاعي خطيره سامه جدا. احكي بس رود والله مجان. شوف الجبل فوق مع لا يا حبيبي ما كيف طش على يمين. السلام عليكم نصف غير هون مش مشكله. سلام على ابو ابراهيم وجماعته جبل حياه والله عزيز وغالي حبيبي. انا كيف حالك؟ تحياتي. شو اخبارك؟ تفضل حياتي. كيف حالك؟ شو اخبارك؟ سلام تحياتي. كيف حالك؟ شو اخبارك؟ هذا ما له طريق خصوصي الجبل صح؟ اه بس في له طريق من هون برضه. لا لو الواحد يطلعوا من هون ايوه بتطلع فوق. بظن اتصل بجوز توقع في الطريق. شاف هاي الجبل ما عليها؟ هاي في ناس عاملين معرشات على الجبل فوق. لا 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 ايش الحرارة هي النور؟ امبارح كانت عندي هنا في الليل 38 في الليل وفي النهار في الليل. يعني شايف المسجنات هذول نزلت من العالم عشان يبردوا ولا والله عندي في الليل في ويعني في الليل 40 وفي النهار في النهار 48 اظن 49 امبارح امبارح وصلت 50 يعني بس نار نار. يعني انا طلعت فترة الصلاة دي وشوية اغراض روحت مسكي يلا بدي يا بس اليوم مبرك يا
السلام والرحمة والإكرام. إبراهيم الشيخ. تأخرتوا يا سلام. بس ما أنت ليش في ناس تيجي بعد الأذان؟ أنا كنا والله من ناس متأخر الشباب. وين نقعد؟ أنا قاعد أشوف في بيتك حلو بالجنة. يوم تطرد الدنيا حلو المطعم ما شاء الله.